استقال الزعيم الغني الراحل كوامي نكروما. في انقسامنا ضعف، وفي اتحادنا يمكن لإفريقيا أن تصبح واحدة من أعظم القوى في العالم. وإلى شباب مساء الخير مشاهدينا الكرام جميعا في هذا البث المشترك اللي بيأتيكم من أديس أبابا مباشرة، تحديدا من مقر السفارة المصرية في أديس أبابا. بنغطي لليوم الثاني أحداث هذه القمة العادية الـ 32، قمة الاتحاد الأفريقي اللي من خلالها مصر ترأست هذه الدورة الهامة في مسيرة العمل الإفريقي المشترك، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحطوطة على أجندة 2063. برحب طبعا بحضراتكم، معكم عمرو خليل، وبرحب بالأساتذة الأعزاء، الزملاء الأعزاء، برحب طبعا بزميلتي العزيزة ريهام السهلي. اهلا بيك يا ريهام. اهلا بيك يا عمرو. الدكتور خالد ابو بكر زميلنا العزيز، أهلا واهلا بيك. والاستاذ وائل الابراشي دايما زميلنا والصديق العزيز دوما، وبنرحب بحضراتكم. الحقيقه كان النهارده كان من حوالي ساعه تقريبا انتهت الجلسه الختاميه، شهدت الكثير من التفاصيل، الكثير من الفعاليات، ولكن حابب اتوقف بس مع حضراتكم كده في عجاله على الكلمه الختاميه اللي اختتم بيها رئيس الاتحاد الافريقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته في ختام هذه الدوره. الرئيس الحقيقه اكد على مجموعه من النقاط، اكد ان خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا اليومين دول كان في شيء مهم، هو توافق ما بين الرؤساء الدول، رؤساء الحكومات الحاضرين على أجندة العمل، مجموعة من المحاور الحقيقة من أهمها الحقيقة واللي كان ذكرها الرئيس السيسي، إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي وإصلاح منظومة الاتحاد الأفريقي عشان تحقق طموحات الشعوب الأفريقية. كمان الحقيقة المبادرة الجيدة جدا واللي مصر تبنتها وهتنشئ ليها مركز مخصوص في مصر، وهي مبادرة إعادة إعمار أو إعادة الإعمار والتنمية في الدول ما بعد النزاعات والصراعات. كمان دعوة القادة الأفارقة في كلمة رئيس السيسي للقطاع الإفريقي الخاص أنه يدخل بدور أكبر من أجل تحقيق أهداف التنمية. أمور الحقيقة كثيرة، ربما كانت هذا هو إعلان النوايا الإفريقي المصري، ومصر جزء من محيط الإفريقي ولا شك، من أجل خريطة العمل في 2019، والقارة كلها بتنتظر ما الذي ستقدمه الرئاسة الدورية المصرية في هذا العام. بالتأكيد هنقول لكم ايه اللي تم خلال اليومين الماضيين، يومان فقط لكن الحقيقة الجهد المبذول فيهما، الملفات المتعلقة بكل القضايا، التقارير اللي هنقولها لكم بعد شوية مقدمة من رؤساء دول، يعني رئيس دولة هو الذي يقدم تقريرا عن الفساد في أفريقيا مثلا، عن الزواج المبكر في هذه القارة، عن الثروات اللي موجودة فيها. ولما رئيس دولة يقدم تقريرا يعني هو وأجهزته وكل المؤسسات اللي بتشتغل معه، وبالتالي هذه القمة تحديدا لم تكتسب الأهمية فقط لأن الرئيس السيسي يترأسها، لكن تكتسب الأهمية أيضا لأن كمان المناقشات فيها كانت جادة جدا، كانت متنوعة، كانت تتعلق بكل القضايا والمشاكل. عنوان أساسي السلام والتنمية. السلام يعني إنهاء كل الحروب والنزاعات في هذه القارة الغنية جدا تحت شعار إسكات البنادق اللي اتكلمنا فيها مع وزير الخارجية بالأمس. التنمية شوفوا، تخيلوا بقى، لكم أن تتخيلوا لو حدث تكامل اقتصادي في هذه القارة بكل ما فيها من ثروات متنوعة. هنقول لكم بعد شوية إيه اللي هيتم وإيه اللي تم وإيه أهم هذه الملفات اللي تم بحثها. بنحيي حضراتكم مرة تانية ولليوم التاني على التوالي في تغطية مباشرة ومجمعة بين قنوات الحياة وأون إي وسي بي سي إكسترا ودي إم سي. مرة تانية فائدة أن يكون الإعلامي أو مقدم البرامج الحوارية داخل الحدث، هو ده اللي احنا عايزين نوصله لحضراتكم، انه لما بتبقى طول النهار بتلتقي الناس وبتشوفهم وبتشوف الكواليس الاحداث تستطيع ان تنقل للمشاهد ما يدور بالفعل ولا تكون ناقل لوجهة نظر صحفية او لاخبار اعلامية. جرى العرف على ان تكون هذه القمة على يومين، اليوم الاول زي ما حضراتكم شفتوا كانت الكلمات الافتتاحية وهي طالت لعدد من الساعات كبيرة، لكن اليوم الثاني يوم اصعب واطول لانه فيه العمل الحقيقي وهو مسألة اللجان، ودي الحقيقة
أمر أنا اطلعت عليه للمرة الأولى في هذا اليوم، أن كل رئيس دولة يقدم تقريرا في قضية بعينه. هذا التقرير يعرض على كل رؤساء الدول ويستخلص منه إلى قرارات. عشان نكون أمنا مع حضراتكم أيضا، أن هذه القرارات لابد لها من توافق داخل الدولة العضو في الاتحاد الإفريقي وفقا لسياستها أو لبرلمانها أو لسيادتها، لأن كل قرارات الاتحاد الإفريقي لابد أن يعني حال وجودهم في معاهدة أو التزامهم بشيء أن تجتاز من قبل برلمان الدولة أو سلطة الدولة، لأن كل هذه الدول لها سلطتها المستقلة. فبالتالي هناك أحلام تقدروا تقولوا عليها، زي ما امبارح زي ما وائل قال وزي ما وزير الخارجية قال لنا امبارح، موضوع أن تنتهي النزاعات المسلحة في إفريقيا. وده أمر يا جماعة حتى لا نحمل أنفسنا ما لا طاقة لنا به، لن يكون في عام، وإلا نبقى بنتكلم كلام عشان يعني نحضر مؤتمرات فقط. لكن هناك أشياء يمكن تطبيقها فورا، زي موضوع المحكمة الجنائية الدولية. لابد أن يكون هناك وفد رئاسي يذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية للحديث والكلام وتحديد ماهية العلاقة بين مفاوضات الاتحاد الإفريقي وبين المحكمة الجنائية الدولية، أمر يمكن حله في خلال أشهر. موضوع جواز السفر، يعني لم نستطع يعني استخراج جواز سفر موحد، نستطيع استخراج تأشيرة سفر موحدة، أمور تنفيذية في ظاهرها تبين التكامل الإفريقي وتخلق نوع من الوجدان الإفريقي المشترك لدى الدول أعضاء المفاوضات الإفريقية، وأيضا في نفس الوقت تحترم استقلالية الدول. أحداث كثيرة جدا كانت على مدار هذا اليوم الذي أوصفه بأنه يوم العمل داخل هذه القمة. امبارح الوزير سامح شكري قال لنا أنه ابتدى يومه الساعة 5 صباحا وانتهى 11-12 مساء، عمل شاق جدا. وفد المصري الحقيقة نقدم له كل التحية وكل التقدير على ما تم طوال هذا اليوم، ومتابعين مع حضراتكم على مدار هذه الحلقة باقي الأخبار. فعلا زي ما خالد بيقول، الحقيقة أنه العمل شاق، يعني هم يومين ويومين مكثفين للغاية، يومين مليئين بالأحداث والجلسات والاجتماعات. كان في عدد من الجلسات المغلقة النهاردة زي ما زملائي قالوا لحضراتكم، كان في كل رئيس دولة بيعرض تقرير خاص بيه عن موضوع بعينه من المواضيع اللي مهمة في القارة الإفريقية واللي بيتطلع إليها كل قادة الدول الإفريقية إن شاء الله يبقى لها حلول في هذا العام. الحقيقة لفت نظري شيء النهاردة، وخليني أقول لكم، إحنا كمذيعين بيبقى لنا الفرصة إن إحنا نقابل وفود من كل الدول على كافة المستويات، سواء كانوا مسؤولين كبار، سواء كانوا يعني في مراتب يمكن مختلفة شوية، مش بالضرورة يعني كبار المسؤولين. الحقيقة أكتر الناس اللي قابلتهم بجد حقيقي، مش لأن إحنا يعني قنوات مصرية، لكن أغلبهم كانوا بيكلموني عن تفاؤلهم برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. وهقول لكم ليه هذا الكلام، يعني هما ما قالوش الكلام ده من باب المجاملة، لا، هما قالوه ودللوا عليه كمان. يعني النهاردة أثناء لقائي مع أحد الضيوف من تنزانيا، أو تحديدا خليني أقول يعني هو نائب كمان البرلمان الإفريقي، قال لي كلام مهم جدا. قال لي أنه مثلا خبرة مصر في محاربة الإرهاب تحديدا، هم عندهم أمل في البرلمان الإفريقي أن مصر إن شاء الله بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسته الاتحاد تقدر أن هي تنقل خبرتها لباقي دول، عدد من الدول والمناطق في إفريقيا عندها بالفعل بتعاني من الإرهاب ومن الجماعات الإرهابية. يعني بقصد أنه لما الرئيس النهاردة في الجلسة الختامية قال سنشهد في 2019 اتحاد إفريقي أكثر قوة حقيقي، الرئيس قال الكلام اللي من خلال مقابلتنا للناس هنا والمسؤولين والمواطنين من الدول الإفريقية المختلفة، الحقيقي هم فعلا بينتظروا ده من مصر. يعني هم منتظرين ان السنة دي عدد من الملفات اللي مصر بتتعامل معها بقالها سنوات، وممكن يكون في دول ما قدرتش ان هي تحقق فيها نتائج ملموسة، هم متوقعين ومتوسمين خير في مصر ان شاء الله، انه يعني يكون في خطوات إيجابية فيما يخص الملفات دي. صحيح. خلونا نناقش بعض حتى في تصورنا لليومين الهامين دول. يعني وائل، مش شايف ان احنا احيانا يعني نتفائل اكثر بحل لكل المشكلات مجمعه في خلال 12 شهر مصر هتكون فيها رئيس، او في خلال المده اللي مصر هتكون فيها رئيس الاتحاد؟ هذه المشاكل يعني لها جذور كبيره جدا، لكن هل نحن اكثر تفاؤلا بوجود مصر، ولا معطيات الواقع لها احكامها؟ يعني هو بالتأكيد اللي انت بتقوله خالد صحيح، ان فعلا المشاكل ضخمة جدا. المشاكل بقالها سنين. امبارح شفنا بعض الرؤساء في كلماتهم تحدثوا عن نزاعات بقالها 30 سنة و25 سنة استنزفت البلد، مش في الأرواح بس، لكن في الثروات، ضيعتها تماما يعني.
وبالتالي الصورة ليست وردية قوي، لكن كمان أنا أعتقد أن هذه القمة هي بداية، لأنه حتى الملفات اللي قدمت وكأن القارة تحاكم نفسها كمان، يعني في ملف زي ما قلت من شوية عن الفساد في أفريقيا، في عن المشاكل الاجتماعية حتى، في عن النزاعات والحروب. هنا في وقفة، إما أن يستمر الوضع بهذا الشكل فتضيع القارة وتستمر في هذا الضياع، أو لابد أن نجد حلا يعني. وبالتأكيد يا عمرو أنت شفت فيه من خلال الكلمات أن في جدية شديدة عند المسؤولين في التعامل مع عناوين احنا بنسمع عنها كتير، الثروات المنهوبه والصراعات والنزاعات بنسمع عنها كتير، لكن لاحظ ان في جديه هذه القمه تحديدا يعني. حقيقه بالظبط يا استاذ وائل، يعني ده جزء مهم جدا. وردا برضو على كلام زميلنا العزيز خالد، يعني في بعض الامور ربما تكون هي استمرار لجهود سابقه، يعني احنا بنتسلم الرئاسه من الرئيس بول كاجامي، يعني فبول كاجامي واحد من اكثر الناس اللي اشتغلت على اصلاح مفاوضات الاتحاد الافريقي واصلاح الهيكليه والموازنه وما الى ذلك، يعني المفترض ان هو قطع شوط كبير في هذا الطريق. مصر والرئاسة المصرية ممثلة فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي بتستكمل هذا الطريق، ربما لن يتم هذا في خلال العام اللي تتولى رئاسته مصر. وبالمناسبة مش مطلوب من مصر أو الرئاسة المصرية أنها تنجز كل هذه الملفات قطعا لا، ولكن أنت بتقطع شوط من الأشواط، ربما يكون دولة بتحقق شوط قصير، دولة بتحقق شروط أطول، فأنت بتكمل على ما تم البناء عليه في السابق. لكن الحقيقة وده الشيء الملفت، ممكن يكون في البصمة المصرية ما يمنعش، يعني في حاجات مش هقدر احلها، لكن ممكن يكون عندي بصمه. البصمه دي انا شايف تجلت في المقترح او الدعوه الخاصه بانشاء مركز لاعاده الاعمار في الدول ما بعد النزاعات. المقر ده هتستضيفه مصر على سبيل المثال، فده قد يكون ابسط شيء تقدر مصر من خلال خبراتها، تقدر مصر من خلال امور كتير انها تضيف فيه. كمان ريام اتكلمت على مساله مواجهه الارهاب، رئيس البرلمان الافريقي برضو اتكلم معنا في هذا الاطار، بيثني على التجربه المصريه، بيثني على الدور اللي بيقوم بيه القوات المسلحه المصريه في محاربه الارهاب. طب ما احنا عندنا في مصر المركز الرئيسي لتجمع وزراء الدفاع للسين صاد الساحل والصحراء، فبالتالي ده اللي موجود عندنا في القاهره، تقدر مصر من خلال ده تنقل خبرتها في مواجهه الارهاب. هو انت قلت حاجه مهمه جدا يا عمرو فعلا، يعني انا عايزه اضيف عليها بعد اذنك. انت قلت انه مش ممكن، وزي ما كان خالد بيقول انه مش ما فيش حد يتخيل انه حلول مشاكل كبيره متجذره وموجوده بقالها سنوات، عمر ما الحاجات دي يا جماعه بتتحل في سنه، ما حدش بيقول كده، وما حدش كمان من حقه ان هو يعطي الناس امل كاذب انه لا خلاص هي سنه برئاسه مصر كل شيء هيبقى تمام. لكن هي الفكرة انه الخطوة تتخذ، يعني ان احنا نتحط على الطريق الصحيح. يعني مصر مثلا احنا كان عندنا طموحات اقتصادية كبيرة، كويس، طيب مصر يعني مع الرئيس السيسي، طيب احنا عملنا مشاريع قومية، هو احنا هننام ونصحى بعد ما بدأ المشروع نلاقي الاثر بتاعه على الفور، ولا كلنا بالتأكيد عارفين ان المشروعات دي لازم بتاخد فترة معينة وتشتغل ونبتدي نحس بالمردود بتاعها؟ انا بتكلم عن المشروعات كمثال بس، حتى المشاكل اللي موجودة في أفريقيا مع رئاسة مصر، هي الفكرة بس إيه؟ إنه طيب نحط الاستراتيجيات الصحيحة للتعامل معها أو خطط العمل، وتنطلق بعد كده واللي يجي بعد كده يكمل، بس هي الفكرة في ده إنه نتحط على الطريق الصحيح. ده اللي عمله الرئيس بول كاجامي الرئيس الرواندي، بدأ منظومة الإصلاح واللي بيجي بيكمل وراه. بالظبط. هو أنا كان في حاجة شغلاني برضو هاخد رأيكم فيها. أنا دايما في المؤتمرات الدولية أو العربية أو الإفريقية يعني بحب أقيم بلدي شكلا ومضمونا. أفتكر وده رأيي الشخصي يعني، وأنا بعتقد أن الإعلامي دوره أن ينقل ما يراه بأمانة، سواء كان فيها يعني أمور إيجابية أو سلبية. من حيث الشكل يعني مصر دولة لها ثقل يا جماعة، يعني أنا شفت ده في الأمم المتحدة مع السيد الرئيس، وأرجو أن تصححوا لي لو حد مختلف معي، شفت ده في الأمم المتحدة وشفته في الاتحاد الأفريقي، شفت شكل الوفد المصري أولا من حيث الشكل كده ومن حيث هيبة الناس والتنظيم وحرص الآخرين على
السلام على الرئيس السيسي، وأثناء ومرور وزير الخارجية أيضا كثير من المسؤولين الأفارقة يحرصوا على الحديث معه. بعض القضايا برضو عشان أكون أمين مع حضراتكم يمكن أن تجد فيها ردود دبلوماسية، وأنا الأمانة بتقتدي منكم أقول لكم أنه مبارح رد وزير الخارجية على موضوع السد الإثيوبي كان ردا دبلوماسيا، يبدو أن هناك من الناحية الفنية حالة جمود، ودي أمانة، ده دورنا أننا أنقل لك الكواليس اللي حاضرة. طبعا مش من الصالح العام أن أنت تقول أن هناك مشكلة، أنا أتفهم ذلك، والطرق الدبلوماسية هي اللي هتلعب دورها، لكن الأمانة تقتضي مني برضو أن أنا أقول لك لا يوجد تقدم، هناك إعادة لمفاوضات جديدة يمكن أن تقام في القريب العاجل. الإرادة الحقيقية في إفريقيا الآن موجودة، هل هذه الإرادة اللي شفناها على مدار يومين ستتحقق في قرارات فعلية على الأرض في الدول الإفريقية؟ حتى هذه اللحظة ما عنديش إجابة، لكن الإجابة ستراها في الأيام والشهور القادمة طوال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. طبعا هو القضية الأساسية يا جماعة احنا أهملنا هذه القارة طيلة السنوات الماضية، يعني لم تكن موجودة في حساباتنا، وكانت بعض هذه الدول تشكو من ذلك، يعني كان يقول والله ده انتم لا تهتموا بينا ولا بمشاكلنا، وبالتالي ده كمان كان بيضع حواجز امام حل مشاكل كثيره. لما نشات مشاكل بين مصر وبعض الدول الافريقيه اكتشفنا بالفعل ان هذا الاهمال او هذا الانكماش اللي حصل تسبب في مشاكل كثيره ومختلفه. لما نستعيد هذا الدور سواء بقى موضوع سد النهضة يا خالد أو موضوع ليبيا زي ما اتكلم الوزير معنا فيه وليبيا بتهمنا جدا، أو حتى كل الموضوعات يا عمرو المتعلقة بنزاعات مختلفة، يعني أعتقد أنه عودة مصر لأفريقيا بهذا الشكل بيزيل حاجزا نفسيا كان موجودا. بعض هذه الدول كانوا بيقولوا لنا بوضوح شديد أنتم لا تهتمون بنا، المفهوم اختلف تماما خاصة في السنوات القليلة الماضية منذ أن جاء الرئيس السيسي وتبنى فكرة العودة بقوة إلى هذه القارة من جديد، وزاد أيضا مع هذه القمة تحديدا. طبعا أنا بتفق معك جدا، يعني أفريقيا هي واحدة من الدوائر الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، يعني في البعد العربي القضايا الرئيسية زي فلسطين بنتكلم على القوى العظمى إن كان أو جاز المسمى زي الولايات المتحدة، ثم الوضع في أفريقيا أو الدائرة الإفريقية ودائرة حوض النيل، دي دائرة من الثوابت الأساسية والرئيسية في السياسة الخارجية المصرية. هقول لحضرتك حاجة ويعني معلش يعني نزيع سر، يعني أحد الدبلوماسيين المصريين في مقر الاتحاد من ساعتين بس، دبلوماسي مصري مرموق يعني، بينقل لي تعبير أحد المسؤولين الأفارقة بيقول له يا أخي بمعنى أو بما معناه يعني إن لأول مرة بنرى رئيس مصري بهذا التواضع في التعامل معنا، ده نقلا عن دبلوماسي مصري كبير من مسؤول أفريقي، ده بيدل ان الحاجز النفسي اتكسر. السياسه الخارجيه المصريه في التعامل مع افريقيا دوبت الكلام. 23 زياره قام بها الرئيس السيسي لدول افريقيا مؤخرا، 6 قمم افريقيه كامله الرئيس السيسي بيحضرهم من قبل ما تبدا بيوم لغايه بعد ما بتخلص بيوم. اثيوبيا الرئاسه المصريه زارتها 6 مرات، السودان 5 مرات، دول أكتر دولتين حظوا باهتمام من القيادة السياسية، يعني ملف حوض النيل بين قوسين كان من أهم الدوائر، ودول بقى تانية اللي فيها زيارتين واللي فيها زيارة، ودول ما كانش في رئاسة راحتها زي تشاد مثلا الرئيس برضه راح. بالظبط زي ما بتقول تشاد، زي أوغندا مثلا اللي ما فيش رئيس مصري راحها منذ سنوات طويلة، يعني في دول الرئيس السيسي راحها الحقيقة كان بقى لنا سنوات طويلة يعني لم يذهب إليها أي رئيس مصري. أنا بتهيألي إنه يعني تكملة لكلام حضراتكم قبل ما نروح لفاصل، فكرة إنه التأثير علشان يرجع بالتأكيد ده كمان بيبقى له مقدمات كثيرة، احنا شايفين انه الرئيس السيسي متجه بقوة تجاه افريقيا، وهي الفكرة فعلا انه نشعر جميعا ان احنا اشقاء، ان احنا مصالحنا واحدة، ان احنا مصالحك ومصالحي مهمة، جزء من القارة جزء من القارة واشقاء طبعا. يعني الرئيس مركز قوي على فكرة التنمية وضرورة التنمية في افريقيا، واعتقد انه ده مهم، مش مجرد ان احنا نتكلم في اي اختلافات في وجهات النظر، لكن كمان ان يكون في اهتمام بتنمية هذه الدول. اسمحوا لنا احنا هنروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين معاكم في تغطيتنا الحية المباشرة من اديس ابابا انا وزملائي من قنوات CBC On TV DMC والحياة. خليكم معنا بعد الفاصل.